أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات نادرة. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع نادر شوية ممكن نسمع عنه، عن الأطفال حديثي الولادة. ممكن نسمع عن الشلل اللي بيحصل عند الأطفال في القولون، وخاصة لما يكون طفل حديث الولادة ونفاجأ إن عنده مشكلة زي كده، تبقى موضوع يعني غريب شوية ومحتاج مننا إن احنا نلقي الضوء عليه. موضوعنا النهارده هينورنا فيه الدكتور صابر ابراهيم، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. دكتور صابر، مرحب بحضرتك. اهلا استاذ محمد. دكتور، يعني لو حبينا اولا نتكلم عن موضوع شلل القولون عند الاطفال، وخاصه اطفال حديثي الولاده في البدايه، هل بتبقى مفاجاه حاجه زي كده تظهر، ولا بيبقى في اسباب من الاول ممكن تخلي يعني تخلي الانسان عارف ان ممكن يحصل مشكله زي كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، هو شلل القولون عند الاطفال ده ليه اسم علمي برضو علشان نبقى الناس اللي بتتابعنا. ده مرض اكتشفه عالم اسمه هيرش سبرانج. ده اكتشف انه بعض الاطفال اللي بيجي لهم انسداد معوي بيكون السبب انه القولون، الطفل مولود بجزء من القولون مشلول. يعني ايه مشلول؟ احنا بنقول القولون دوت اساسا مهمته الرئيسيه للقولون اللي هو الامعاء الغليظه، يعني اللي هي بتبقى طولها حوالي 80% من طول البني ادم. يعني لو واحد طوله 175 سم يبقى القولون بتاعه مثلا حوالي متر ونص. الطفل اللي مثلا طوله متر، اللي عنده مثلا 12 سنه ولا حاجه، يبقى القولون بتاعه 75 سم وهكذا. القولون دوت مهمته استقبال الاكل بعد انتهاء امتصاص معظم المواد المفيده من الاكل بالامعاء الرفيعه او الدقيقه، وبتنتقل المواد الغذائيه عباره بتبقى في الوقت ده عباره عن سائل، وفي جزء كبير جدا من الفضلات. بيبدا القولون يمتص جزء من الميه ديك ويحول الفضلات دي الى القوام اللي معروف بتاع البروز، يعني قوام سيمي سوليد كده بين البنين. دي مهمة أساسية للقولون. المهمة الثانية للقولون هو نقل البراز دوت من أو نقل الفضلات دي من الجزء اللي نهاية الأمعاء في الرفيعة من الناحية اليمين إلى المستقيم اللي هو المخزن بتاع البراز اللي هو قبل ما ينزل من الشرج. فبيبدأ نقل هذا الكلام. وبعدين المهمة الثالثة هو إخراج هذه الفضلات من الجسم إلى الخارج. فإحنا عندنا حوالي 3-4 وظائف للقولون. احيانا بقى بيحصل ايه؟ انه جزء من القولون ما يبقاش فيه الاعصاب اللي بتعمل الحركه الدوديه دي، بتبقى الجزء ده مشلول. الفضلات تفضل ماشيه، الفضلات المفروض بتتحرك من الناحيه اليمين، وبعدين تطلع في قولون اسمه القولون الصاعد، وبعدين القولون المستعرض، وبعدين تنزل في القولون النازل، وبعدين تدخل في جزء من القولون اسمه استجمويد. استجمويد ده على هيئه شكل اس كده، بيبقى في الايه؟ حرف الاس الانجليزي، اللي هو بيدخل في الحوض، وبعدين ينزل على جزء اسمه المستقيم اللي هو المخزن النهائي للبراز قبل ما بيطلع على بيطلع خارج الجسم. الشلل في 80% من الحالات بيحصل في السيجمويد ده، الجزء اللي هو في الحوض ده بيبقى ما فيهوش الاعصاب اللي بتخليه يتحرك، وبالتالي البراز يمشي 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 ويجي لغايه الحته دي ويقف ويتجمع بقى في المكان دوت، يتجمع بنسبه كبيره جدا وما ينزلش من المستقيم. يبقى البني ادم دوت مش هيخرج، يبقى ما عندوش عمليه الاخراج الطبيعيه، ما فيش اخراج خالص، بيبقى عنده امساك تام شديد. شديد. وهذا الامساك الشديد بيستتبعه بقى ايه؟ ترجيع. يبقى دخلنا بقى في انسداد معوي. في 4 علامات للانسداد المعوي ننبه ليهم للاهل: امساك كامل ما يطلعش لا براز ولا حتى ريح، ونمره 2 قيء مستمر، كل القيء ده قاعد يزيد، نمره 3 مغص مستمر والطفل يقعد يعيط ليل ونهار، والعلامه الرابعه هو انتفاخ شديد في البطن. الاربع علامات دول يقولوا لي ان الطفل ده عنده انسداد معوي. الحاجه الخامسه بقى ان القيء المستمر هيبدا يعمل عند الطفل جفاف، وبعدين لو استمر الحكايه دي فتره طويله هتبدا تعمل سوء تغذيه شديد. فالاربع علامات دول مهمين خالص، انه بيدلنا اشاره ان الطفل عنده انسداد معوي. عدد كبير جدا جدا من الاطفال اللي بيجي لهم انسداد معوي بيكون سببهم هذا النوع من المرض اللي هو الشلل الوظيفي في وظائف الامعاء. تمام. طب دكتور، ايه اللي بيخلي يحصل حاجه زي كده؟ الهرش سواء للكبير او للصغير او للطفل اللي لسه مولود. احنا بنقول بقى بالنسبه لهذا المرض اكتشفوا انه في منه نوعين، في نوع بيظهر مع الولاده مباشره، ونوع بيظهر متاخر شويه، يعني ايه، في سن سنتين او ثلاثه وكده. النوع اللي بيظهر عند الولادة مباشرة ده، احنا عارفين طبعا انه الطفل بعد ما بيتولد مباشرة
بيخرج حاجه اسمها الناس بيسموها ايه، وساخه البطن او البراز بتاع اللي هو الطفل جنين اول مره يعمل براز في حياته. يعني المفروض ان هو بيعمل في خلال ال 24 ساعه الاولانيين او ال 48 ساعه بالكثير، وبينزل نوع معين من البراز اللي الناس كلها عارفاه، عارفه شكله، اي واحده ولدت عارفه ابنها بيعمل ايه. في الهيرش سبرانج بقى ما بينزل الطفل، ما بيعملش البراز ده، يفضل الام مستنيه يوم 2 3 4 10 الطفل مش هيعمل خالص لانه الجزء ده مشلول فما فيش حاجه هتعدي منه. وبناء عليه بيبدا الطفل يحصل عنده ايه، امساك شديد. الام بقى تقعد تعمل في البوس وتعمل كذا، ما فيش فايده. وبعدين يبدا الطفل يرجع. يبقى اول حاجه، اول علامه مهمه جدا، ان هو لن يخرج البراز اللي هو كان وهو جنين، مش هيبقى في اخراج. تاني حاجه يبدا يرجع. تالت حاجة يبدأ عياط مستمر من أول ما بنهاية الأسبوع الأولاني، عياط مستمر، وبعدين تبدأ بطنه تنتفخ، وبعدين يبدأ يدخل بقى في حدوث الجفاف. الأربع علامات دول إذا اجتمعوا في طفل لازم الأم بسرعة توديه لدكتور. الدكتور لازم بسرعة يقول إن ده عنده انسداد معوي، وهذا الانسداد المعوي لازم يبقى اي دكتور بتاع اطفال لازم يحط في دماغه الهيرش سبرانج، لانه ده الطفل ده محتاج عمليه سريعه، لانه لو ما اتعملتلوش العمليه هيدخل في مضاعفات قد تؤدي الى الوفاه. ده النوع اللي هو في بيحصل في الاطفال في اللي هم حديث الولاده. في نوع تاني برضو بيظهر الهيرش سبرانج، بيظهر بصوره تانية لو القولون بقى كله اتشل. في حالة لو القولون كله اتشل مش هيحصل امتصاص للمية، فمش هيحصل امساك، هيحصل العكس بقى، اسهال. يبقى الطفل دوت بيسهل من اول من بعد الولادة مباشرة، يفضل يسهل على طول ويرجع على طول وعياط على طول، لانه برضه في عنده المغص وفقدان للسوائل. يبقى هيتشخص على انه نزلة معوية، 90% من الدكاترة يشخصوه على انه نزلة معوية، ويبداوا يدوا في مضادات حيوية بتاع. النقطة الهامة ان هذا الطفل ما عندوش سخونية، يعني ما فيش سخونية. يبقى القيء المستمر والاسهال المستمر والجفاف عند طفل لسه حديث ولادة في خلال الشهر الاولاني يدينا برضه رؤية على انه عنده شلل في القولون، ولازم بسرعة نبدا نشخص المرض عشان نبدا خطوات العلاج. تمام. طيب دكتور، الشخص برضه هل في يعني اكلات معينه ممكن تسبب امساك عند الشخص الكبير؟ في ناس طبعا بتبقى تعاني من حاجه زي كده، ممكن تبقى معرضه ان يحصل عندها حاجه زي كده فيما بعد يعني. ونعرف ناس طبعا ممكن يحصل لها فعلا زي ما سيادتك قلت سده معويه كامله وبيحتاج تدخل جراحي وقصص كبيره يعني. هل في حاجات معينه بتسبب ده يعني، اكلات معينه، سلوكيات معينه؟ لا، هذا الهيرش سبرانج ده مرض عيب خلقي في التكوين ذات نفسه، أثناء تكوين الجنين، ملوش أي علاقة بالأكل ولا ليه أي علاقة بزواج الأقارب. في بعض الحالات ثبت إن هو أكتر في بعض عائلات، إنما هو مش ما بيتنقلش وراثيا ولا حاجة، عشان الأم اللي خلفت الطفل عنده هيرش سبرانج مش معناها إنها تخلف طفل تاني أو أختها أو قريبتها أو حاجة. لأ، النقطة اللي سعادتك بتلفت النظر إليها هي حدوث نوع آخر بقى يشبه الهيرش سبرانج، وإحنا بنسميه القولون، بيسموه الميجا كولون أو التضخم القولوني في بعض الناس. ما بيبقاش نتيجة الهيرش سبرانج، إنما بيبقى نتيجة وجود كسل في القولون. يعني القولون بيبقى فيه كسل، وبالتالي مش قادر البراز بيتجمع فين بقى؟ في الجزء الأخير من القولون اللي هو المستقيم، وبيبقى فيه عيب في فتحة الشرج ذات نفسها. احنا عارفين ان فتحة الشرج فيها صمامين، صمام داخلي ده خاضع للجهاز اللا ارادي، يعني البني ادم ملوش دخل فيه، وفي صمام خارجي اللي هو اللي احنا بنتحكم فيه لما الواحد يبقى عنده رغبة يخش الحمام بس الظرف مش مناسب فبيبقى ماسك نفسه. الطفل ما عندوش الحكاية دي فبيبقى لسه ففي بعض الناس بيحصل لهم امساك مزمن، والامساك المزمن ده بيبقى نتيجة ضعف في عضلات القولون، وبؤدي الى تراكم البراز في المستقيم، وبيبقى محتاج برضه في بعض الحالات نادره جدا انه بيبقى محتاج عمليه جراحيه في الصمام اللي هو اللا ارادي دوت، بيبقى محتاج ايه، قطع بسيط في العمليه دي. انما هيرش سبرانج محتاج عمليه جراحيه مهمه يعني. تمام. طيب دكتور، برضه التشخيص بقى بيتم ازاي والعلاج؟ نقطه مهمه جدا جدا.
التشخيص لازم زي ما قلنا كده العلامات الرئيسيه اللي هم الاربع حاجات اللي احنا قلناهم: القيء المستمر، الامساك الدائم، الانتفاخ اللي في البطن، الالام الشديده، العياط المستمر. تمام. دول لازم يلفتوا نظر اي دكتور بسرعه. يبدا الدكتور يعمل الفحوص ثلاث حاجات اساسيه. الحاجه الاولانيه انه هيعمل للطفل اشعه بالباريوم على القولون، هيكتشف المرض. الحاجة الثانية الأهم إن هو بيقيس حاجة اسمها قوة فتحة الشرج، لأن أحيانا بيبقى فيه مشكلة فتحة الشرج، العضلة دي بتبقى متشنجة، بيقيس القوة بتاعة فتحة الشرج. الحاجة الثالثة بقى ودي الأهم، إنه بيتاخد عينة من الجدار بتاع القولون علشان يتشاف عدد الخلايا العصبية اللي موجودة، وفي الهرش سبرانج العدد بيبقى قليل جدا جدا جدا، فبيتعرف الكلام ده، لان في الهرش سبرانج ده احنا هنشيل القولون كله المصاب هيتشال. تمام يا دكتور صابر، يعني كلام مهم فعلا. دايما طبعا بنحاول في حالات نادره نبين دايما المواضيع المهمه في نهايه اللقاء. بنشكر الاستاذ الدكتور صابر ابراهيم، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. شكرا دكتور، نورتنا. اعزائي المشاهدين، نشوفكم الاسبوع القادم في حلقه جديده ان شاء الله من حالات نادره.